فري ار دي بي او ار دي بي مجاني، ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده يا شباب، فيلا بينا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ انا احمد حمزاوي ودي قناه نيت بروفيت، قناه متخصصه في شروحات مواقع الربح من الانترنت والثغرات وجلب الاحالات. علشان كده فضلا وليس امرا، لو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. في البدايه خلينا اقول لحضرتك ايه هو الار دي بي وايه هي هتكون استخداماته في شغلنا او في المحتوى اللي احنا بنقدمه لحضراتكم على القناه. الار دي بي هو بروتوكول طورته شركه ار دي بي مع شركه مايكروسوفت للتحكم في سطح المكتب البعيد، بمعنى ان انا مثلا ممكن اكون عميل وبستخدم بعض الخدمات في اي شركة من الشركات، فيقدر موظف الدعم الفني انه هو يدخل على الجهاز بتاعي وهو في مكانه ويستخدم كمان شبكة الانترنت الخاصة بالجهاز. يعني ببساطة احنا هيكون معانا جهاز كمبيوتر موجود في دولة اوروبية، وهنقدر نستخدم الجهاز في اي حاجة انت حضرتك تحددها في خيالك. ممكن اكون بعمل احالات لبعض المواقع، ممكن حضرتك تكون محتاج تعمل ساعات مشاهدة يوتيوب لقناتك، ممكن واحد تاني يكون عايز يسجل في موقع زي كليك بانك او يسجل حساب في شات جي بي تي. كل المواقع ديت بتحظر الوطن العربي. فباختصار انت من خلال الار دي بي هتقدر تتخطى حواجز كتير كانت واقفة قدامك، وهتعمل حاجات انت ما كنتش متخيل ان انت ممكن تعملها. علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده يلا بينا نبدأ الشرح. اول حاجة شباب هندخل على جوجل كروم وهنكتب في محرك البحث كلاود شيل. هتفتح معانا الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هنختار اول هايبر لينك ده كلاود شيل. طبعا لازم يكون عندنا حساب جيميل خاص بينا شغال، وتقدر ان انت تعمل اكتر من ار دي بي لو عندك اكتر من ايميل. بعد ما ضغطنا على كلاود شيل هتدخلنا على الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هنضغط على ستارت فري وننتظر يفتح معانا. هتفتح معانا زي ما حضراتكم شايفين الصفحة دي كده. اول مربع ده شباب بتختار الدولة بتاعتك. الخانة التانية دي هو عايز يعرف حجم شغلك او حجم شركتك، فهنختار اي اختيار مثلا، ولنفرض هنختار الخيار الاولاني. اما بالنسبة للمربع التالت ده فهنا بيطلب منك دومين او ايميل مهني، فعادي لو ما عندكش مفيش مشكلة هو اختياري. وهتنزل بعد كده هنضغط على وافق على قواعد المشروع، وهتضغط على الحصول على تحديثات واشعارات، وبعد كده هنضغط على كونتينيو وننتظر لما يفتح معانا او ينهلنا على الصفحة اللي بعدها. بعد ما ضغطنا على كلاود شيل يا شباب هيدخلنا على الصفحة اللي حضراتكم شايفينها دي كده، هنيجي على العلامة اللي حضراتكم شايفينها دي وهنضغط عليها تفعيل كلاود شيل، وهتنتظر يفتح معاك بس، وبعد كده هننزل على المكان ده كده هنضغط على محرك كلاود. طبعا بننتظر لما يفتح. زي ما حضراتكم شايفين كده بتظهر لك النافذة اللي حضرتك شايفها دي كده، بنضغط كونتينيو برضه هننتظر لما يفتح. طبعا هو سجل الحساب اوتوماتيكيا لان طبعا انا دخلت بالجيميل اللي على الحساب نفسه. زي ما حضرتك شايف هنا بيقول لك ويلكم تو كلاود شيل، يعني انت كده وصلت خلاص لكلاود شيل. وعشان نبدا بقى نحضر الار دي بي بتاعنا، بعد ما وصلنا للصفحه دي يا شباب هنضغط على كونتاكت اس، هيدخلنا على الصفحه اللي حضراتكم شايفينها دي كده. دلوقتي هنضغط على العلامه هننتظر لما زي ما حضراتكم شايفين كده فتحت معانا واجهه البرمجه زي ما حضراتكم شايفين. وهتنزل على الديسكريبشن اسفل الفيديو هتلاقيني سايب لك الكود اللي حضرتك شايفه ده كده. هتنسخ الكود وهنيجي على المكان ده، هنضغط على المربع ده كده ينور معانا باللون الابيض، وبعد كده هتضغط كنترول بي. كده انت نسخت الكود داخل مربع البرمجه. بعد كده هنضغط على انتر، وكده بيجهز لك الار دي بي الخاص بيك او الجهاز اللي حضرتك هتبدا تستخدمه. طبعا هو لسه شغال كده بيجهز كود البرمجه الخاص بالجهاز، احنا ننتظر لما يخلص خالص. بعد ما خلص تحميل يا شباب وجهز الكود كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، كده هو خلص تحميل. طالما وقف بثبات كده يبقى هو خلص تحميل. هنضغط على المكان ده كده المربع ده، هتظهر النتيجه اللي حضراتكم شايفينها دي. هنيجي هنا مثلا هنكتب 6080، ده الرقم هتلاقيه موجود داخل الكود اللي حضرتك هتنسخه من الديسكريبشن. هنكتب هنا زي ما حضراتكم شايفين كده 6080، ونضغط على تشانج اند ريفيو. هننتظر ثواني هو كده الجهاز بيفتح معاك، لو ما فتحش معاك من المره الاولى حاول مره تانية. زي ما حضراتكم شايفين كده شباب كده الجهاز فتح معانا. ده جهاز كمبيوتر في دوله اجنبيه زي ما حضراتكم شايفين، تقدر تتحكم فيه تحكم كامل، وكمان تقدر تستخدم شبكه الانترنت الخاصه بالجهاز. تمام يا شباب كده الجهاز فتح معانا وجاهز للعمل. علشان نبدا نستخدم الجهاز يا شباب هنيجي على العلامه اللي تحت اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وهنضغط ضغطه
هتظهر النافذة دي، هنضغط على كلمة إنترنت أو هنقف عليها كده وهتظهر لك المتصفحات. بالنسبة للجهاز ده اللي هيشتغل معاك متصفح فايرفوكس، هنضغط على فايرفوكس. على فكرة النت سريع جدا في الجهاز ده، وهنضغط نوت ناو. زي ما حضراتكم شايفين كده المتصفح جاهز للعمل معانا، تقدر تعمل حضرتك اللي انت عايزه فيه. مثلا ضغطنا في محرك البحث كده، او اخترنا مثلا يوتيوب، ممكن ادخل على اي قناة او مثلا قناتي واعمل لها مشاهدات من دولة اجنبية. زي ما حضراتكم شايفين كده كل المحتوى اجنبي، وحالا دلوقتي هقول لك الار دي بي ده فاتح من اي دولة بالظبط. كده انا فتحت مثلا ادي يوتيوب، ممكن افتح نافذة تانية مفيش مشكلة، واستخدم الجهاز عادي جدا كأني بستخدم الجهاز بتاعي. انا على سبيل المثال انا ممكن اعمل مشاهدات لقناتي من دول اجنبيه، دي القناه اي حاجه تتخيلها، ممكن تسجل في مواقع محظوره على الدول العربيه، مفيش حاجه هنا هتبقى محظوره معاك. تعالى بقى نشوف الجهاز ده مفتوح فين بالظبط، في انهي دوله بالظبط. هنيجي في محرك البحث وهنكتب ماي اي بي ادرس. طبعا دي نوافذ بتظهر عادي جدا لان احنا مش مسجلين حساب على الجهاز، انت تقدر تسجل حساب بايميل من داخل الجهاز وتستخدمه. وخليك معايا علشان تعرف كمان الجهاز ده لما هتقفله هتستخدمه ازاي تاني وهتفتحه ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده موقع الجهاز ده بلجيوم، يعني هو موجود في دولة بلجيكا. اذا بعد ما اتأكدنا من الاي بي زي ما حضراتكم شايفين تمام كنسل. فكرة سرعة الجهاز سريعة جدا، يعني لو شغلنا اي فيديو كده زي ما، بس انا طبعا مش هينفع اشغل فيديو علشان خاطر فوق الطابع النشر. كمان في ملحوظة هقولها لك بالنسبة للكود اللي احنا نسخناه واضفناه في مربع البرمجة، تقدر تعدل على الكود ده وتغير نمط الجهاز وتغير معاك الاي بي الخاص بالجهاز. طبعا وحدة تحكم الجهاز موجودة هنا تحت، تقدر تتحكم فيه زي ما حضرتك عايز. وهنا في الضغط، عايز تعمل لوك اوت مثلا، طول ما الجهاز حضرتك عايزه شغال لازم الصفحة دي تكون شغالة ومفتوحة زي ما هي. تقدر تفتح تابات اكتر، يعني زي ما حضرتك شايف كده تقدر تفتح تاب جديد مفيش مشكلة، تعمل كأنك بتتعامل مع جهاز الكمبيوتر بتاعك. طب حضرتك لو قفلت الجهاز ده مثلا عايز تفتحه تاني هتفتحه ازاي؟ هتوصل على الصفحة دي تاني، طبعا الصفحة دي بتكون اتسيبت عندك في سجل البحث، فبترجع تاني للصفحة وبتضغط على سجل البحث، بتضغط على الصفحة، بعد كده بتبدأ تضغط في المكان ده تاني زي ما ضغطنا أول مرة، هيظهر لك مربع الأسود ده اللي هو مربع البرمجة. بعد كده بقى حضرتك هتبدأ إن أنت تنسخ الكود وهتضيفه زي ما ضفناه أول مرة وهتضغط إنتر. طبعا أهم حاجة علشان يبدأ الجهاز شغال إن الصفحة دي تفضل شغالة. بعد ما قفلت الجهاز مثلا عايز تشغله مرة تانية، هتوصل للصفحة دي تاني من على سجل البحث بتاعك، وبعد كده هتقوم حاطط الكود اللي حطيناه وتبدأ العملية تاني بنفس الطريقة اللي عملناها. هو مجرد ما عملتها انت مره واحده خلاص هتحفظها، وسهله جدا، اسهل من انك بتفتح جهازك في البيت. تمام يا شباب، كده عرفنا كمان طريقه الخروج والدخول من الجهاز. طبعا الطريقه دي تقدر تستخدمها في تحقيق الشرط الاكبر في شروط تحقيق الدخل من اليوتيوب، وهو ال 4000 ساعه. الطريقه دي لو حضرتك عندك مثلا 10 ايميلات تقدر تفتح 10 ار دي بيهات وتشغل من كل ار دي بي اكتر من متصفح على قناتك، وبالطريقه دي ممكن توصل لل 4000 ساعه في ظرف اسبوع واحد. دي حقيقه يا شباب. طبعا الموضوع ليه استخدامات كتيره، طبعا كل واحد فينا بقى هيستخدمه بطريقته وحسب احتياجاته. طبعا كل الروابط والاكواد اللي استخدمناها في الشرح يا شباب هتلاقيني مجهزها لك كلها في رابط واحد ديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول طالب. تابعوني الايام الجايه علشان ان شاء الله هيكون في شروحات قويه جدا للربح من الذكاء الاصطناعي عن طريق انشاء محتوى اللي تقدر تعمل قنوات يوتيوب، مش قناه واحده، بالذكاء الاصطناعي عن طريق الشروحات اللي هنقدمها ان شاء الله في الايام اللي جايه. ببعض النقرات حضرتك هتنشئ افضل محتوى بالذكاء الاصطناعي، فتابعوني الايام الجايه ان شاء الله. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه شرح النهارده، يا ريت لو عجبكم الشرح ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو، وتشرفونا بقى بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم اللي جاي ان شاء الله. شكرا لكم، وكان معكم اخوكم احمد حمزاوي من قناة نت بروفي.